هلو علي ليبا، هلو زمن. موعدنا مع الدرس الثاني في المنهج بتاعنا، ودرس مهم جدا المره دي، درس لذيذ خالص بس فيه كميه كلمات ومعلومات كبيره جدا. اول حاجه، الدرس بتاعنا بيتكلم عن اسن اون درينكن، ياكل ويشرب، يعني بيتكلم من الاخر كده عن الاكل والشرب. طيب نشوف مع بعض كده. اول حاجه هتقابلنا سؤال بيقول لي فاس استاين ليبلينكس اسن، هو اكلك المفضل ايه؟ فاس استاين ليبلينكس كترينك، مشروبك المفضل ايه؟ طب بصوا كده هنجاوب ازاي. ماين ليبلينكس اسن است دير ابفل، نركز است دير ابفل، التفاح او التفاحه. طيب لو سالني سؤال تاني، فاس ايست تو او درينكس تو جون، انت بتحب تاكل ايه او بتشرب ايه؟ فاقول له مثلا انا بحب اشرب عصير، فايش ترينك جان دين زاف. طب ايه السبب في حاجه زي كده؟ هناخدها بعد شويه. حاجه اسمها نوموناتيف وحاجه اسمها اكوزاتيف، بنغير لو كان فعل غير فعل زين في الجمله دير تبقى دين. نركز مع بعض. قال لك هناخد مع بعض الكلمات دي فيرتا. الفيرتا او الكلمات بتاعتي، اول حاجه بروت، داس بروت، داس بروت، دير كيزر اللي هو الجبنه، دير كيزر، der Käse, das Brötchen, das Brötchen, خبز صغير, das Ei, das Ei, بيضة, das Ei, die Marmelade, die Marmelade, اللي هو مربى, der Kuchen, der Kuchen, اللي هي قطعة الحلوى, die Pommes, دي بومس، دي بومس اللي هو البطاطس المقلية، داس جيموزة، داس جيموزة، داس جيموزة، دير زالات السلطة، داس جيموزة للخضروات، دير زالات للسلطة، دير زالات، دي توماتة، دي توماتة للطماطم، دي كاروتة، دي كاروتة للجزر، دي جوركة، دي جوركة للخيار، دي كارتوفل، دي كارتوفل للبطاطس، داس فلايش، داس فلايش، داس هينشن، داس هينشن للفراخ، داس هينشن، دير فيش، دير فيش، دير فيش، دي فورست، دي فورست اللي هو السجق، دي فورست ولا فورست، دي سوبر، دي سوبر اللي هي الشوربة، دير رايس، دير رايس اللي هو الرز، دي سباكيتي، دي سباكيتي، دي سباكيتي اللي هو المكرونة السباكيتي، داس اوبست، داس اوبست، داس اوبست الفاكهة، der Apfel, der Apfel, der Apfel اللي هو التفاحة، die Birne, die Birne, die Birne اللي هو الكمثرى، die Banane, die Banane الموزة، die Traube oder Traube auf Deutsch können wir R oder R aussprechen. Traube, die Traube. دي واسرميلون، دي واسرميلون للبطيخ، دير كافي، دير كافي، دير تي، دير تي، دير تي، دير اورانجنسافت، دير اورانجنسافت، زافت يعني عصير، اورانجن يعني برتقاني، يبقى دير اورانجنسافت عصير ايه؟ برتقان، دير مانجو زافت، دير مانجو زافت عصير مانجا، دي ميلش، دي ميلش، دي ميلش، داس واسر، داس واسر، داس واسر، ودا مينيرال واسر، ميه معدنية. نيجي بقى لبعض التعبيرات المهمة في الدرس بتاعي. التعبيرات بتقول إن أنا لو في الصبح العائلة هتفطر، فهنقول إيه؟ zum Frühstück essen wir Brötchen، zum Frühstück essen wir Brötchen، يعني على الافطار، يبقى zum Frühstück يعني ايه؟ على طعام الافطار، essen wir Brötchen بناكل ايه؟ خبز. طيب في الظهر بنقول ايه؟ zum Mittag essen، في طعام الغداء gibt es Fisch، gibt es Fisch يعني يوجد ايه؟
سمك gets fish. Zum Abendessen für Abend und Abendessen essen wir kalt oder Wurst. يعني بناكل Wurst. بناكل ايه؟ Wurst. خلاص؟ طيب نخلي بالنا zum Frühstück. ركز في الحتة دي. Zum Mittag essen. Zum Abend essen. طيب هنا نشوف لو انا عايز اعبر عن جوعي فبقول ايه؟ Ich habe Hunger. Ich esse Banane. انا جعان فهاكل موزة. Ich habe Durst. انا عطشان. Ich trinke Wasser. هشرب مية. يبقى Ich habe Hunger. Ich esse Banane. Ich habe Durst. Ich trinke Wasser. اوكي؟ نيجي بعد كده الحالة بقى اسمها الأكوزاتيف والنموناتيف. يعني ايه أكوزاتيف يا شباب؟ أكوزاتيف يعني حالة إعراب اسمها حالة النصب. لو شفت في الجملة غير فعل زين، ايه هو فعل زين؟ اللي هما بين، بيست، است، زايد، وزند، تصريف فعل زين اللي هو فيرب تو بي اوف انجلش، تمام؟ ده معناته ما شفتوش في الجملة يبقى هغير الكلمة اللي بعده، إذا كانت أتتهدير لدين، طب أين هتبقى أينن، وهكذا. يبقى النوميناتيف اهو لو الكلمة أداة هدير هتتغير لدين أو في الأكوزاتيف سوري هتبقى دين، داس هتبقى داس زي ما هي مش هتتغير، دي هتبقى دي 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 زي ما هما. طب إيه الأفعال اللي ممكن نشوفهم ونحدد على أساسهم ده أكوزاتيف ولا نوميناتيف، حالة نصب ولا حالة رفع؟ قال لك إسن، ترينكن، نيمين، كاوفن، هابن، أي فعل غير فعل إيه؟ زين. نشوف الأمثلة معانا. إيش هابي هونجا. إيش إس دين أبفل. أنا باكل التفاحة. لاحظنا هنا ابفل الارتكل خدناه من شويه، الارتكل بتاعتها دير، وانا عندي هنا فعل غير فعل زين اللي هو بين وبست وست وزايد وزند، يبقى هغير دير لدين. طيب ايش هابي دوغست، ايش ترينك دي كولا، ايش ترينك دي كولا. ايه ده؟ ده في فيرب زين هنا؟ قال لك لا. طب هنغير على طول دي لدين؟ لا، احنا قلنا من شويه بنغير بس لو انتم ملاحظين ايه؟ دير بتبقى دين فقط، اي حاجه تاني ما بتتغيرش. طيب هنا ايش هاب هونجر، انا عطشان انا جعان. ايش اس داس بروت، برضه ما اتغيرتش كلمه داس. ده مجمل الافعال المهمه اللي هو اسن، نيمن، وترينكن. نخلي بالنا من اسن ونيمن لان افعال انريجل، افعال شاذه في تصريفها، فزي مثلا ايش اس نيم ترينكن ما فيهاش اي مشكله، لكن مع دو ار اس وزي هو اللي بيتغير تصريفهم بالذات مع اسن ونيمن. فايست اهو زي ما احنا ملاحظين الاي بقت اي او الاي بقت اي في الانجليش، تمام. ايست نيمست شكله اتغير خالص، ايست نيمت. خلاص خلي بالنا من الفعل ده كويس، تصريف بقيه الافعال عادي جدا. ايش اس ايش نيم ايش ترينك دو ايست دو نيمست دو ترينكست ا زي ايست نيمت ترينكت. Wer sie, sie essen, nehmen, trinken. Ihr esst, nehmt, trinkt. ده كان ملخص الدرس بتاعي عن الاسن والجترينك. خدنا فيه كلمات، خدنا ازاي نسال عن الطعام المفضل او الطعام المحبب او المشروب المحبب او المفضل، خدنا ازاي نقول ان اكوزاتيف والنوميناتيف، وعرفنا ان الاكوزاتيف هي حاله نصب بتتغير مع اي فعل في الجمله غير فعل زاين بتتغير دير لدين، واي اداه تاني ما بتتغيرش. داس بار unsere Lektion، اتمنى ان تكونوا استفدتوا. Und bis zum nächsten Mal bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.